فجعل بينكم مودة ورحمة. الأمور المادية بتختلف من بيت لبيت ومن زوج لزوج ومن زوجة لزوجة. في زوج ممكن يقول مرتبه كام، ولو حصل له كمان زيادة في المرتب هيعرف زوجته، وفي زوجة بتسأل وبتهتم بمرتب الزوج حتى لو هيخبي عليها، وبيكون ليها أساليبها وأدواتها إنها تعرف مرتب الزوج. تعالوا نعرف الناس قالت إيه الكاميرا من مصر عن موضوع الماديات بين الأزواج. مراتك أو خطيبتك تعرف مرتبك ولا بتخبي عليها؟ تعرف مرتبي. تعرف؟ لا بسأله. ليه؟ علشان أشوف الخروجات هيبقى حدودها قد إيه. بسأل عشان المال عصب الحياة. أحياناً بسأل ومتأكدة إن هو ما بيقولش الحقيقة. لازم تعرف المرتب. لازم تعرفها طبعاً. شو وارد أنت ممكن يحصل لك أي حاجة، فلازم يبقى في طرف تاني عارف. لا مش بسأله عن مرتبه. لا عادي اقول لها عادي مفيش مشكله، ايه اللي فيها هي مرتبط بيها. انا بشوف ان دي حاجه شخصيه، هو ما دام متفق معايا على حاجه معينه لمصروف البيت ما ينفعش مثلا انت بتاخد كام، فدي حاجه شخصيه ليه. هو انا اصلا مش عايزه اعرف. اللي معايا هيبقى معاها. انا شغال شغل حر وتفاصيل كتيره يعني، بس هي ما تعرفش. لو جالك اي زياده في الراتب او من شغلك بتعرفها ولا بتعتبرها امور خاصه؟ لا بعرفها لها طبعا. ليه؟ يعني ببساطة جدا شريكة حياتي، لازم تبقى عارفة كل حاجة يعني. يعني خربش وراه كده ان انا اعرف بقى عن طريق صحابه او المكان اللي هو شغال فيه، بس هعرف يعني هعرف. لو جوزك رفض يقول لك هو بيقبض كام هتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ امر لله. هراقبه بس عشان اعرف الدنيا في ايه، لكن الامر لله. هاخد منه الفلوس غصب عنه. لو جالك اي زيادة في الراتب او من شغلك بتعرفها ولا بتعتبرها امور خاصة ملهاش انها تعرفها؟ والله لو هتزيعه فانا بعرفها كل حاجة. لو مش هتزيعه اقول لك في حاجات بتتداغى كده.